النصر ممكن افهم مره ثانيه ايش وظيفتك داخل المطبخ؟ ما انا قلت لك اجيب بيض البيض وبطاطس البطاطس. هذه مش وظيفه يا حبيبي. ايش هي؟ ابغى الوظيفه. الوظيفه المسمى؟ نعم. شيف هو صاحب المطعم. عفوا هذا الشيف. كلنا شيفين. مساعد الشيف. كلنا شيفين. ايوه نجيب مساعد يمشي. مساعد ينظم. اشكرك يا علي الكلثمي على العفو روحك المرحه الجميله هذه. كلنا شيف يا قلبك. عبد الله القحطاني. عبد الله الشهراني. عبد الله الشهراني. لبيه. ممكن تفهمني ايش قاعد تسوي؟ طول العمر قاعد تشتري ملابس. ما ادري انا قاعد اتسوق الحين يا حبيبي. اتسوق بيض ما شاء الله. اتسوق بيض. كم سعره عشان مو غالي؟ لا لا بس احنا منسقه مع شورت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كم اشتريته؟ شو باقي ما اشتريته بسالك. باقي يسفك. ما ادري عندهم شبكه المحل ولا لا. اوكي اوكي يعطيك العافيه. طيب اوكي اوكي طيب اوكي طيب. تعرف في غرفه الملابس قبل تخرج والله والله هذه اشياء تحس والله في طعم الملابس هذه والله اللبس يا ريحه حرام. اسمع يا ابو عندي يعني يا تحريق والله صح؟ ايوه عندي مو عندك. يعترف زين. شل النار خلاص شل البيت والله ملابسك احترقت الظاهر. عموما يعطيك العافيه عبد الله الشهراني. ما كنت اضيف يجي بيض محروق ما احرق الله يسعدك. صالح القحطاني نرجع لك يا بعد راشد. امرني يا قلبي. صالح القحطاني الشيف المشهور كليا. صحيح. قاعد تقول انت صالح القحطاني المشهور كليا. شباب ممكن تركزوا معي. ركز لو سمحت. انا جالس انتظر متى وقت الخلطه. لا لا هو البطاطس يحتاج له وقت. كم؟ يعني ما يطول كذا تقريبا ساعه. ما يطول ما شاء الله. إيه؟ ما شاء الله الله يعطيك العافيه. الله تبغى تشوف نقلبه؟ يلا المفروض تقلبه. نقلبه الا هو انها ابغى تصير حريق. ليش؟ بغى يكب الزيت على النار. ما في حد يجيب ايش؟ الله ينفجر بوجهك. والله تشوف جاتني فوبيا من الموضوع هذا. معلومه مغلوطه اللي عندك يا صالح وعلي الكلثمي. مغلوطه هي قريب وجهك. مغلوطه عشان هي قريب وجهك شوي. خلينا مغلوطه على الكف. قاعد تشعر راسك قريب قريب. طيب صالح القحطاني سم. سؤال خطير جدا. سؤال خطير جدا. حاول تركز معي. ركز معي. حاول تفهم. حاول تفهم. صالح القحطاني. صالح القحطاني. انت انت ايه انت ايه عصيره هو انت لا 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 عصير انت ايه صالح قحطاني والله في ذمتك ان هذا قصدك بدون ذمه بدون ذمه لان اذا قد صح قد ذمه انا قد ذمه ما استخدم الذمه هذا سؤال صعب سؤال صعب لصالح روح جيب طماطم انا اصعب سؤال والله سؤال صعب مره والله قول له السؤال صعب صالح قحطاني سؤال صعب اوكي جاوب لو سمحت جاوب يلا بسرعه لو سمحت بدون شيء تفكير اهلا وسهلا محمد الشهراني في زباين في زباين الحمد لله يا شباب والله العظيم ترى قايل لكم جوعان من زمان ما اكلت كم اكلت متى؟ عطنا وقت قبل 10 دقائق والله 10 دقائق قبل دقائق صحيح انا شفته قبل نص ساعه صدق جسمه ذا من زمان ما اكلت احنا ايدي سعوديه عامله انت ايدي سعوديه عامله قاعده تشتغل يعني الشغل ما بعيب بس انك لازم تصبر علينا صدقني لازم تصبر لازم عليك لازم تتحمل الطعم ما تحمل الطعم صدقني لا في ذلك انت اسمع انت اصبر عليك شوي وش والله لا تستبعدونا يوم من الايام نفتح مطعم شباب شباب والله شباب شباب والله شباب شباب عندي اعلان عندي اعلان صالحه عندي اعلان احمد ربك يعطيك اعلان فعلا هذه نعمه من الله البطاطس المقليه بيد الشيف صالح القحطاني لا معلش ماني لوحدي طبعا الله يحرقني بوجود الشيف الكبير علي الكلثمي والشيف الكبير عبد الله الشهراني باشراف صاحب المطعم ما يبغى يضر نفسه بس محمد الشهراني لان ما شاف فيه زباين جاي يسوي لنا يشتري عشان يجون الزباين هو صاحب المطعم تمويل صاحب المطعم اصلا انا بقول حاجه حبيبي انا عشان افهمك تكون في الصوره انا يا اصلع جيت اقدم تعال اشتري الجميله هذه من مطعمك الجميل الله يسعدك فقره وتكون الضيف معانا بعد صالح قحطاني حبيبي الضيف ايش ما يلعب تغنيش الحركات هذه طيب بصرح مقدم بصرح على فكره بصرح في يوم من الايام لا تستبعد انه يكون لنا يكون لنا كشك خاص يجمع فيه السبليه والذره وعصير انت ايه وراحنا دون الوطن بدالك وارانب ايش يفكر ذي؟ سمبوسه
سمبوسه هذا كان في بالي لا لا سمبوسه سمبرسه صدق والله ايش بدك والله العظيم ترى اقدر يا شباب يا اخي ما تنسى السؤال صار انا دافلك فلوس صار القحطاني سؤال صعب سؤال صعب جاوب بسرعه حبيبي مقدم لحظه لحظه مقدم وهذا بطل يا رجال اقسم بالله بسرعه تجربه ولد محمد والله العظيم انه كاركتر ايش اسمه توكاموري مين توكاموري الله يرضى عليك صالح القحطاني عموما ترى ما جاوبتنا على السؤال الصعب الله يرضى عليك وين السؤال؟ يا اخي مره وين السؤال؟ وين السؤال؟ يسألك يقول لك وين السؤال؟ وين الجواب عفوا؟ انت اللي تسال هو اللي بيسال وين السؤال؟ وين الجواب صالح القحطاني؟ حبيبي من جاي يسال ثانية ترى يلعب انا اسالك ترى جاي تقدم على شو جاي تسال تفضل صح مول وكذا ولا السؤال تمرن صعب؟ مرة ما تقدر؟ مرة اعطيك سؤال ثاني ما في مشكلة يلا خلاص صالح القحطاني ايوه سؤال ثاني لا بالعكس خله كذا هو صالح القحطاني لو سمحت صالح قحطاني والله انتبه معه ترى بس مرات اي سمعت سمعت ترى ملح جاوب معه ملح 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 لا ملح ملح محل امس تقوله ملح عاد امس والله لازم حد ينتبه جمع ملح امس وسكت اشياء وادز بس ما تنقرر يا علي شو ايوه لا لا خليك من صالح يا لا انا عاد ايه خلاش دمس تلومني الومك والله ليش انا حاطه عندك خلاص الموقف يحكم يحكم انا باخذ السؤال صالح جاوب على سؤاله ولا صالح السؤال الثاني ما جاوب عليه حبيبي يا فطني يتهرب يا فطني عفوا يا صاحب المطعم لازم تخصم عليه لازم تخصم عليه صاحب المطعم عليك بالراتب عليك بالراتب جاوب كذا نظامك يا حمودي صرت صاحب المطعم غلط قول لي حمودي كذا نظامك يا طيب صالح عندي سؤال برنس صالح القحطاني ما تفصل حرام بوسك يا ولد شقردية يا حد شامبو يا ولد عشان تعرفون اني قاعد اتعب على المطعم جبت لكم منشد يسوي دعاية تسمعون زي شامبو سمعونا نسمع شامبو رجال تشمون عبد العزيز قول عطيتك السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم اهلا وسهلا المنشد القدير والكبير عبد العزيز بن سعيد مرحبا ومسهلا كيف تعني الزباين لا يا جماعه شباب هاي نظام وانا اقول ايش بقول لكم وانا اقول وانا اقول لي اصبر وانا رسول الله نما شلون نما وانا اقول لي اجي اخر الشهر ما القى فلوس اذريهم ياذرون يقفلون المعل كل شوي حسبي الله عليك كل شوي يصلوا على فوزي شعره لا لا هذا شعر صالح قحطاني غلطان امسك هذا اول صار كذا الحين بعد القصه عطاك لا لا غريبك ترى بيجينا الضغط ايه ضغط ضغط من مين بيجينا الضغط على الحركات بعدين نشتغل بطاطس صباح الله يعطيك العافيه الا تقدمون الفقره الا تقدمونها شوفك تاكل منه دخلنا يا ترى ما صحان الا ريحه لك تطلع خله خله لا تقفل حياتي وانا ما جا بروح انام وانا ما جابني منك الا ريحه النظافه هينك نبغى ملح خلاص حطينا يا ملح منتجع طيب نسوي شاي عشان نحتاج لا 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 في سبسي بدال السكر في سبسي سكر المنتجع سكر المنتجع بيبسي لو سمحت حلو لا معلش انت تسوي كذا والله اني بغيت اقول لا يا حبيبي بعدونا نجوم انا وياه ما في اي خصم يا سلام بس في طرد بس في طرد والله طرد كذا بشوت حتى شوت بشوت ولا بشوت ولا اي شيء اهم شيء لابس تطلع حمد ما قد شفت سامي الجعون يلعب كوره نو احتمال يلعب فيكم كوره والله ما انصح احتمال يلعب فيكم احتمال تطلع برايد ذا اليوم والله ما طلع يا بيبي والله اللي يطلع برايد
انت واشكالك اللي طلع. بشوف اشكالك اليوم. بشوف اشكالك. بشوف الضحك اللي بيطلع. انا ما ابغى اضحك عليك. خلاص يطلع ما اضحك عليك. اتمنى يطلع ولا يطلع هو. عشان ما اضحك عليك. صحيح. اتمنى انه يطلع ولا يطلع هو عشان ما اضحك عليك. انا قايل كلام اليوم. حبيبي. اتمنى انه ما يطلع. شدوا انا احلف. معلش بالله. احلف بالله لو مسجل المركز الاول باسمي. لا والله مسجله بس انا على اتمنى انا اني اطلع من ذا ولا اشوفك قلبي يعني في الله يجعلني بدون الله يجعلني بدون لا بس تدري ايش يا صالح صالح الله يجوا ايشي خلاص 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 لا لا مو زعلان ترى رجله فيصل خلاص خلاص يا اخوي مهم يقول اروح على الدرنطة شغلوها لا تشمت فينا شغلوها على الدرنطة عقب بكره خلاص اصبر شغلوها على الدرنطة قلت لك خلاص يطلع ابغاك تشغلونا خلاص ايش هذا يلا شغلوها يلا شغلوها شغلوها دعينا شغلوها 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 الله ياخذ عدلك انت يا ايش تعطيهم الدعبه تعال ناكل هنا باقي باقي محمد محمد الله يرضى الوطن ها جرب بس انا سويت نفسي غبي ما تشرب سكينه الدور هذا زين طيب اوكي والله ما عرفت انقز دقيقه والله سعد ام الهدوء هذا الحين راح محمد ايش على تو الو السلام عليكم ورحمة الله زغزغة العصافير اسخ الزغزغة زغلة لا ازغك وكذا اسمع عبد شو اسمه عبد لا لا والله نسى في جبن لا ما في جبن بيخلصون البيض على فكرة والله انه على الجبن فخم طيب ندري والله احنا ندري بس ما في